تابعين معكم مشاهدينا، وهلا صرنا جاهزين مع ماريات مصابني اللي موجوده معنا. اهلا وسهلا فيك ماريات. اليوم ماريات بدنا نحضر مثل العاده طبق سبيسيال من ايديك. اليوم شو بدنا نحضر؟ اليوم بدنا نحضر اناطقي شود. نحن بنعرف بلشوا الاعياد وقربوا، بلشنا نحضر المنيو تبع العيد. رح نحضر اناطقي شود يلي هو كروفيت او سيزام. انطري هيني مثل ما العاده بنحضر الانجريديان بنرجع بنظبطها سوا. ريحه السيزام ظاهره هلا بالاستديو. اول شيء بنبلش، نحن لازم ننقع الكروفيت بالبيت. بنحط ثوم، حس ثوم، الانجريديان بركي اكيد رح يبينوا على الاكران ورايي. حس ثوم نحن اكيد لانه بليله العيد بدنا نعوز مقبلات، مشان هيك اليوم عم نحضر نوع من المقبلات. مزبوط. وشوية بهار ننقع فيه الكروفيت. بهار شو؟ بهار عادي. حلو، حلو يعني؟ بهار حلو. هو للذوق بس اجمالا بهار حلو لمرة واحدة طعمة الكروفيت. نعم، الكروفيت على أي أساس اخترناهم؟ الكروفيت أنا بنقيهم طازة، بنقيهم القياس اللي بدي اياه، بتحب حسب ما بنحب. بننقعهم، بننظفهم أكيد وبنشيل الفان منهم لما تعطينا الطعم. يعني بننظف القريدس من كل الزوايد يلي نحن منا بحاجة لها. وبنترك الذنب لأن منظره بالصحن كثير حلو. شكله حلو. وأكيد بنشيل الفان يلي هي مرة. العروق العرق اكزاكتلي يلي بيكون مر. مزبوط. هدول مفروض ينقعوا بالبراد حوالي نص ساعة. نحن لضيق الوقت رح نستعملهم. نحن بنجيبهم فريش، لا بنسقعهم لا بنحطهم بالبراد قبل بليلة ولا شيء. مزبوط، انا بجيبهم فريش اكزاكتلي. وما بنستعمل زيت الصحن لنمنع الكروس كونتامينيشن، يعني وقت نرجع نقليهم. اوكي. هلا لحتى ما ننقل اي عدوى او بكتيريا منهم. بكتيريا. على نار قوية بدنا نحط خل التفاح. هلا نحن هون محميين النار، محميين النار ومحميين نار قوية، نار قوية لنقدر نضوي بالعسل بركم عصيب الاشياء. لكن انا بنبلش بالخل، خل التفاح، التفاح بالزيت، خل التفاح، خل التفاح فينيكغ دو سيدر. كم ملعقة حطينا؟ انا حطيت هلا 3 ملاقع بس لهي الهيدا عادة ملعقتين وساديبو قدي عنا كمية. اوكي، يعني 3 كروفات، 3 ريديس بدهم حجم وسط يعتبر. مزبوط. بدنا 3 ملاعق خل تفاح، ملعقتين صويا. نحن عم نحكي عن كمية لشخص واحد. مزبوط، صحن واحد هلا بدنا نزينه. وملعقة عسل صغيرة. هلا على النار بدنا ننطر ليذوب العسل. شو حطينا هون ماريا؟ صويا، صويا صوص، خل، صويا وعسل. وعسل. هلا بدنا نحطهم على النار ونغلي هاي الصوص شي دقيقتين. اوكي. نرجع نعمل فيها. أضغطه، خلينا نحضر الصحن تبعنا بلا ما نضيع وقت. اوكي. انا ديجا حطيت فيه خس. فوالا. رح حضر الديكوراسيون. اوكي. مثل ما دائما بنقول البلا لازم يكون مقدم مزبوط. الطبق لازم ما يكون الشكل التقديم كثير مهم. كتير مهم. ونحن هون عم نتعلم مني كيف عم نستفيد من الوقت. بيكون شيء على النار، نحن بنكون عم نستفيد من الوقت. غلية الصوص ما بنضيع وقتنا، مش بنقف قدام المقلي هيك وبنطر على تغلي. بين ما كانت غلية الصوص. اوكي. هون الافوكا نقينا نص مستوي. عادة نص مستوي ليضل خضاره حلو لأن أسود ما بدنا يبين أسود. أكيد، وحتى ما يكون كثير معلي. عم نحاول لأنه ما قصيناها مضبوط لهون. أوكي. قد إيه ماريات شكل الصحن وطريقة تقديمه كمان بتخلينا هيك نفسياً يعني قبل ما ندوق نشوفه قد ايه طيب وبشهي هلا؟ قد ما كانت الاكله طيبه. أيه. اذا ما كان التقديم تبعه حلو ما حلو. صح. بس او ميمتون كمان ما بدنا ننسى انه لازم يكون الاكل طيب مش بس التقديم. اكيد. بس تريز امبورتون نقدمه بطريقه حلوه لان العين كمان بتاكل. ونحن معلقة اذا تركنا الصويا مع الخل والعسل ليدوب العسل. ليدوب العسل بدك يكون كثير دايب. مزبوط، ليدوب السكر اللي فيه بكاراميليزي للصوص لحتى تكون الصوص طعمه حلو. مزبوط. هون رح حط هلا بنحطهم حوالي دقيقتين على النار من كل ميله لا أوكي. تستوي القريديس كثير يعني دغري بتستوي. دغري بتستوي القريديس. دقيقتين من كل ميله يعني ضروري نقلب القريديس. بنحطهم 2 مينوت دقيقتين دقيقتين بنرجع بنقلب. اوكي. هون نحن عم نقطع الافوكا كمان. هلا هي اذا كانت مستويه اكثر شوي مش غلط. كانت مستويه اكثر المفروض تكون مستويه اكثر. هلا ثاقبت ثاقبت شوي فجي وصفا بس مش مشكله رح تستوي بكل الاحوال بعد شوي دغري تستوي. هلا بدي احط معها مونغ لان احنا بما انه عندنا شيء سكري على الصوص فبيلبق شيء سكري كمان. بيلبق طيب كثير المانجا مع نوع سلطه.
المانجا على القد تمام؟ لا المانجا مظبوطة على القد. أنا استعملت الكويير باريزيان يلي بنعمل فيها ليبول. هلا أوكي أنا دايماً بحب أخلط بالأكل كثير بخلط كتير بين الملح والحلو كثير بيعطي بحب الخليط. في كثير ناس ما بحبوا مريات هالجو هو ذوق ولكن يمكن إذا تعودوا عليه راح يلاقوه مزبوط. هي أول شيء بده يبلش واحد يتعود عليه. أغلبية المأكولات لأنه صرنا بنعمل فيها خليط سكري سالي مزبوط. هلأ هون بنرجع بنقلبهم أحوستوا والعسل اللي بالصوص عطينا لون كتير حلو عطاه دوري ذهبي كراميليزي على مزبوط. لون كتير حلو لون وريحة حلوة وريحة أكيد ما في شك. كتير مهم مريات المكونات يلي عم نستعملها إن كان دجاج لحمي أو ثمار بحر تكون فعلا لونها مش أبيض أو ما تكون بلا لون لا تكون أبيتيسانت وتعطي لون للصحن. إيه بتعطي لون وبتعطي مثل ما بتقولي قبلية مزبوط بتعطي قبلية للبلاو للصحن. هون حامض فينا نستعمل حامض نحن عم نعصر يعني ولا بس منظر نحن منظر وكمان لازيد انتوش روج اي بدنا لون الاخضر الاحمر كمان مع الاخضر وهلا دايما الفجل لازم يكون موجود. حضرنا لون حضرنا لون محل لل للكروفات يعني لحاله هلا البلاسر جاهز بالنسبه لنا لانه كل المقبلات الشهيده جان وجدت بالشكل. ما نقعنا كثير نحن المفروض نقعهم 30 مينوت حوالي 30 دقيقة بالبراد بالبراد طبيعي. بس هلا ضيق الوقت نحن حضرنا الماريناد وعم نعمله لكن الثوم مع البهار مع حامض نقعهم بالبراد نص ساعة بالبراد اكزاكتو اوكي وبنرجع بنحضر المكونات تبع الصوص بنغليها ليذوب ليذوب العسل يلي هي حطينا خل وعسل حطينا صويا صوص صويا حطينا عسل ريحة كتير طيبة. هلأ رح أقلهم على صحن لأقدر رشهم بسمسم كمان انجريديان كتير طيب بما أنه عم نستعمل قريديس. هلأ لتكمل طعمة الخليط يلي حطيناه لأنه إحنا الطبق هو القريديس بالسمسم هيدا عنوان الطبق أو اسم الطبق. بس فينا في اذا حدا ما بحب السمسم ما يضيف لانه اصلا الطبق مثل في كثير مكونات بالطبق اكزاكتلي يمكن ما بحبه بس ايه؟ في لانه طعمة العسل مع الصويا والخل يمكن طيبه لحالها مش بحاجه لسمسم. كثير شهية ريحه هي اونتري شود للاعياد كثير حلوه وكثير طيبه وبتلبق مع كل انواع الاطباق اللي ممكن تكونوا محضرينها على السفره. مزبوط. ولنزيد شوي طعمه الماريناد اللي عندنا بال كسرول بالمقلي بيطلع عندنا اون اونتري شود كثير سبيسيال وكثير هين تحضير غراضه فينا نحضرها قبل بوقت بنرجع نقدمها يلي بحب يقدم باغ بلا اذا ما بدنا نعمل جات وبتنعمل بطريقه جات يلي بحب كمان. ميرسي كثير ماريات شكرا لك يعطيكي الف عافيه. يعني دائما هلا بما انه اجواء الميلاد صارت قريبه دائما بلشنا هلا اكيد ما نحضر وصفات طيبه وسريعه كمان كريسمس ونيو يير مزبوط شكرا لك. ثانك يو.